بهذا الفيديو إن شاء الله راح أنقل آخر التطورات وآخر ردود الأفعال بخصوص حرق القرآن الكريم من العراق المقيم في سويسرا أو عفوا في السويد سلوان موميكا. هذا الشخص اللي حرق القرآن الكريم بطريقة تنم عن العقد النفسية التي يعاني منها. لفت نظري تصريح لأحد الأخوة من الباحثين أعتقد من المغرب والجزائر في برنامج أو في بث الأستاذ عقيل العراقي، كلام مهم بجانب كلام الأستاذ عقيل بخصوص نقطة مهمة إن شاء الله سنوضحها وسيوضحها الأخوة. هذه مقدمة، أما الآن فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. نعم، حرق القرآن الكريم هذا إجرام كبير وخاصة إذا كان بترخيص من الدولة. هذا الشيء لا يمكن أن يختلف عليه شخص مسلم، شخص يعتقد بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وبالقرآن المنزل على صدره. لكن هناك أمور مهمة لفت إليها والتفت إليها الأستاذ عقيل العراقي بجانب هذا الباحث الجزائري، وهي موضوع لماذا أساءوا للقرآن الكريم. نعم هم لا يبرروا لهذا الشخص ولا يبرروا لغيره، إنما هناك تساؤل، لكن هذا يبقى تساؤل مهم. الإساءة للقرآن والإساءة للرسول والله لم يكن من تراث أهل البيت عليهم السلام، لم يكن من تراث محمد وآل محمد، لم يكن من المنبع الصحيح، المنبع الصافي، منبع مشكاة النبوة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. إنما الاختلاف والتشويه لهذا الإسلام العظيم جاء من الطريق المخالف لطريق محمد وآل محمد. نستمع ونعقب فخليكم الفيديو. هل يمكن أن أتكلم في هذا الموضوع؟ يعني قلت نعم، لكن 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 الدول والسياسة هذا مختلف. ما علاقة بالدول؟ تفضل. بيان مكتب سماحة السيد السيستاني كان واضح، يقول بأن هناك كان حرق للقرآن الكريم من أشخاص، لكن الآن حسب ما نقل أنه تم برعاية وموافقة الدولة. كانت رسالتها مو للسويد، كانت رسالة للأمم المتحدة، يدعو الأمم المتحدة للتدخل بمنع مثل هذه يعني مثل هذه الإذونات للتجاوز على القرآن الكريم في كل الدول، لأن هذا يؤدي إلى تنافر، يؤدي إلى 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 آخره. نعم. وأنا سمعت أن دولة السويد أرادت أن تهجره. الى اين الله هم الان؟ هم اي الان هم قدموا اعتذار، قالوا هاي مو من عندنا، من عن طريق الشرطه، يعني الشرطه هم اللي منحوا الموافقه وكذا، يعني بدا اكو بوادر. لكن شوف احنا الى الان ما وقفنا نسال لماذا اساءوا لرسول الله، لماذا أحسن؟ هو قالها الذي دعا هؤلاء يسيئون لرسول الله. ما السبب الذي دعا لهؤلاء ان يحرقوا القران؟ ليش؟ أحسنت. إحنا الآن كلنا نستنكر، كلنا ندين، ما عندنا إحنا القرآن بعد هو يعني هو بعد القرآن الكريم هو كتاب الله، لكن ما الذي دعاهم لهذا الفعل؟ ما الذي دعا فلان الدنماركي وغيره للإساءة للنبي؟ ليش؟ لماذا؟ هذا إحنا ما نناقشه، هذا إحنا ما نناقشه، نخليه على جنب. والله القرآن الكريم يحرق في بلداننا الإسلامية يومياً يحرق القرآن الكريم في بلداننا الإسلامية، أو إحنا ما أخذنا الصمت. يعني ما معنى تحريف الآيات؟ شنو معنى تحريف الآيات عن معناها الأصلي؟ شنو معنى؟ شنو معنى؟ يعني معناه القرآن ما له قيمة. الآن في رزية الخميس حرقوا القرآن أو لم يحرقوا القرآن؟ نعم حرقوا القرآن حرقاً من دون دخان، وإلى اليوم آثار باقية رزية الخميس، إلى اليوم آثارها باقية. هذا ما حد يتحدث فيه، المسلمين ما يتحدثون فيه. على كل حال، هذا الذي حرق كتاب الله سبحانه وتعالى هذا فعل مدان، ويجب يعني كما أشار سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، يعني يجب على الأمم المتحدة أن تتدخل في منع، هذا صار قانون دولة. يعني أنا المشكلة هنا، المشكلة مو فعل
بعدين الدولة صارت تعتذر، الدولة صار نيتها تمتص غضب، تمتص انتقام، بس الله أعلم، الله أعلم في هذا. لا، وهذا الشخص بعد أن حرق القرآن ظهر وتحدى وقال لو تبقون 1000 سنة لن تستطيعوا أن تصلوا إلي. لا شوف هذا تذكر كلامي، قريبا سوف تسمع عاقبة هذا الرجل. الله سبحانه وتعالى ينتقم منه إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. البارحة كنت أشاهد فيه وأتغزز داخليا وأحزننا كثيرا، لكن ما إذا لم يصل له البشر، الله سبحانه وتعالى يصل. أحسنت. وين يروح يعني؟ أحسنت. الآن الإنسان يهرب من جريمة فعلها، يختبئ، يهرب منها. نعم. الله وين المفر، وين المهرب من الله سبحانه وتعالى؟ أين طبعاً اسمحوا، أنا سمعت من أحد الملحدين يقولون هذه الظاهرة حرق القرآن هي بداية، يعني سوف تكرر وفي الأخير سوف يصبح أمر عادي، يعني أول مرة سوف يغضبون المسلمين ويتظاهرون، لكن عندما تتكرر سوف يصبح شيء عادي. نعيد أولا حياكم الله من جديد، نعيد ونكرر هذا الكلام، أو هذا الكلام بالتأكيد هو ليس كلام الأستاذ عقيل العراقي، ليس هو تبرير لهذا الشخص، إنما نددوا وبيّنوا إنهم أو إن هذا الفعل هو فعل إجرامي كبير. نعم، فعل إجرامي كبير، وخاصة إن هذا الشيء هو بأمر من الدولة أو بعلم من الدولة، بل بترخيص من الدولة. لكن يبقى هناك أو تبقى هناك تساؤلات مهمة، ما هو السبب والداعي الذي جعل منهم يسيء للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ هذه نقطة مهمة يجب أن يبحث فيها، وليس فقط الانشغال بسلوان وماذا قال سلوان وماذا فعل سلوان والبحث عن سلوان في مواقع التواصل الاجتماعي، إنما ابحثوا في أصل الموضوع. ونكرر، لا نبرر لهذا الشخص ولا نبرر لغيره من الذين يقوموا بهذه الأفعال التي تبين مدى العقد النفسية التي يعانون منها، إنما نريد أن نطرح هذا التساؤل على كل شخص. وفي أمان الله.